شو القولي هذا المتخلف؟ سيقول هذول متخلفين. لا 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 وقت مني ما يطلعوا التلفزيون. لا لا تخاف. مو تلفزيون. لا لا مو من حقهم يطلعوا التلفزيون. هذا أنا عيني أنا مو قليل يعني. Smile. Yes, Abud. Huh? Smile. Abud, you like Pache? Yes, of course. Pache. I'm with Pache. But do you eat the eyes? Do you eat the eyes? No. No, not that guy. We're not Dracula. No. I eat the eyes. عبود عقيل فنان من العراق، عمل في صالون حلاقة فلسطين ميريديان الدولي، كذلك شاركت في كثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومهرجانات بابل وغير ذلك ومهرجانات كان الأخرى من خلال تعاملي بالأزياء. عملت كثير من عروض الأزياء وكانت ناجحة. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't. إضافة إلى النجاحات اللي حصلتها الأخرى، حاولت أن أفتح مجال الموسيقى للشباب، ففتحت أحدى النوادي الليلية وهي الديسكو الليلي. من خلال تعاملي مع الناس والشباب والشابات كان لي نجاح. جدا احب الرقص بشكل فظيع. كنت من طفولتي احاول دائما افكر ان يكون عندي مكان للرقص. والان اني اتمتع بحياه جميله، واتمنى دائما اكون بنفس الديسكو، أكل وأشرب وأنام وأستغنى عن الحياة الأخرى، لأن الموسيقى تشدني أعتبرها جزء من روحي. خطوطة الليل بالعراق جميل جدا وأحلى أحلى حياة فيها، يعني ما يحتاج. كل وسائل الراحة متوفرة، وليس هنالك أي مشاكل ولا أي ضرر بالنسبة لأي شاب عراقي أو أي مرأة عراقية. الحياة آمنة جدا بفضل القيادة وبفضل السيد الرئيس صدام حسين. We'll be right back.
So what do you think of President Saddam Hussein? صدام حسين رجل عظيم وليس يأتي بعده رجل، إنه قائد فذ ورجل قائد يعجز عن اللسان عن التعبير بما أوصف به. If there was a war between Iraq and the West, would you fight or would your friends fight? أقاتل لآخر يوم من عمري، وليس أنا وحدي، وإنما عائلتي جميعا حتى الأطفال. So you would put down your hair dryer and pick up a gun? Yes. أستغني عن كل حياتي وأقاتل في سبيل العراق.